وهذا سائل يقول: أنا شاب أحافظ على صلاتي ولله الحمد، وعندي بعض الدروس لكبار العلماء عن طريق الأشرطة، وحريص على حضور المحاضرات عند العلماء الموثوق في علمهم، وأحب طلب العلم، ولكني أخالط بعض الشباب، بعضهم يشرب الدخان، وبعضهم لا يصلي، وبعضهم يغتاب الناس، وحاولت البعد عنهم ولكن لم أستطع، أرجو توجيهي. أنت طالب علم، وطالب العلم يتصف بصفات طلبة العلم، لا يجالس السفهاء والعصاة إلا إذا كان يستصلحهم ويدعوهم إلى التوبة، فإذا كان إنه يؤثر عليهم يخالطهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، أما إذا كانوا لا يستجيبون له ألا يجالسهم، يجالس الصالحين، يجالس أهل العلم وأهل الخير. نعم.